بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا اخدنا مع بعض فكرة الفايل بس ونعمل له اوبن، واتكلمنا في فكرة الباث، واحنا كتبنا فايل بس في نفس المسار. طب لو احنا عايزين نعمل نفس الاكزامبل بس نبدأ نحدد باث معين او مسار معين لفولدر معين او شيء، هاجي هنا كده ومعامل نيو فايل كده او نيو بايثون فايل، هقول له مثلا خلينا في اكزامبل 2. تمام، حلو جدا. وهروح اخد من الكابي كده من الاكزامبل 1، وعملت في اكزامبل 2 كده زي ما احنا، بس المره دي انا عايز ادي له باث معين. يعني هقول له مثلا على السي، جوه السي مثلا اخش على حاجه اسمها يوزرز. تمام، جوه يوزرز اخش مثلا على حاجه اسمها عادل. جوه عادل مثلا هروح على دوكيمنت، دوكيمنتس، وهو دوكيمنتس هيلاقي فايل 1 مثلا، وليكن ده المسار اللي انا حاطط فيه فايل 1 دوت تي اكس تي وليكن. طبعا انا مش حاطط حاجه، فانا هاجي على الفايل ده هكتب فيه بس بسم الله مثلا، وهعمل له من فايل، يعني هعمل له سيف از، بحيث ان هو يبقى موجود في المسار اللي انا حددته على ماي دوكيمنتس على طول. يعني انا ايوه لغايه هنا بس. تمام، الفايل بقى موجود، مش قضيتنا خلاص، نقفله، مش قضيتنا خلاص. المهم ان المسار ده هو المفترض يروح يقرا. هيحصل معانا كم مشكله عايزين نتكلم فيهم ونوضحهم لما جينا كتبنا المسار. لو جينا عملنا رن خلاص، طبعا هو بيرن الاكزامبل 1، انا مش عايزه يرن الاكزامبل 1. لاحظ ده، ان هو بيرن، انا هقول له رن هنا عشان اختار ان هو عايزه، انا عايز اخليه ولا رن ولا ده ولا ده، انا عايزه يرن الايه، الاكزامبل، اكزامبل 2 مش 1. تمام، فزي ما احنا شايفين طلع لي ايرور. طبعا هو ما كانش بيطلعه لي بشكل مباشر عشان الفايل فيه اصلا خطأ هو موجود. لو نلاحظ هنا هو اصلا في عندنا مشكله في سلاش اي وسلاش دي. سلاش اي دي هو مش فاهمها، وسلاش دي هو مش فاهمها. واحد يقول لي الله، طب ما احنا عندنا سلاش اف وعندنا سلاش يو. اقول لك اه، هي بقى دي المشكله. دي حاجه اسمها سكيب سيكونس، زي ما انتم شايفين كان بيتكتب انفاليد اسكيب سيكونس، انفاليد اسكيب سيكونس. فلازم نعرف يعني ايه اسكيب سيكونس الاول. للي مش عارف، في بعض الحروف بتعمل عمليات معينه. يعني لو انا جيت في وسط الحرف هنا وبتعمل سلاش ان كده، دي معناها انا عايز اعمل انتر في، يعني كده وانتر يعني، فبيبقى ليها معنى. فهم اختاروا بعض الحروف او بعض العلامات عشان يبقى في عندنا عندنا رموز خاصه. فانا لو رحت جيت كده هلاقي حاجه هنا اسمها ايوه. فمثلا عندي ده البايثون سكيب سيكونس او سكيب كاركترز اللي موجوده. لو عملت سلاش وسنجل كوت، معناه ان انت عايز تطبع السنجل كوت ذات نفسها، انك ممكن تكون كاتب النص ما بين سنجل كوت، بس انت عايز تطبع في النص سنجل كوت لكلمه مثلا اتوز مثلا، وعايز تعمل الكوما او اي ام كذا، اي ام على طول، فبتبقى محتاج السنجل كوت فبتحطها بسلاش سنجل. سلاش ان تعمل لك نيو لاين، سلاش ار كارج ريثيم كانها زي الانتر، سلاش دي تابة تاخد مسافة تاب كده في زي الوورد، سلاش بي بيبقى خفيفة اللي هي زي باك سبيس كأنك مساحة حرف، سلاش اف بتعمل فورم فيد، ليها استخدامات كتيرة بس ده ما أنا عاملها كده طبعا شكل من الأشكال، لأن هي كذا ليها كذا شكل زي برنت هلو سلاش اف وورد كده، بتعمل لك بالمنظر ده، مش في كله طبعا، بتختلف من حتة لحتة وليها كذا شغلانة يعني، لكن كمثال مش تبقى واضح يعني. سلاش او او 3 او بيبقى فاهم ان انت شغال اوكتال، اوكتال ده اللي هو النظام السوماني، وسلاش اكس اتش اتش بيبقى عارف انت شغال هيكسا ديسيمال او هيكسا فاليو اللي هي نظام السيرس 10، يعني اللي فاهم النظم بقى الباينري والاوكتال والهيكسا مش ما عليه. المهم ان في بعض اللي سلاش ورمز معين بيديني ايه؟ بيديني معنى مختلف. طب لو انا عايز انزل السلاش ذات نفسها، زي ما انا بكتب سي جوه السي سلاش، انا عايز انزل سلاش صح؟ قال لك، او اسف الباك سلاش اللي بتبقى مايل ناحيه الشمال. قال لي اعمل اثنين باك سلاش. البايثون يفهم ان هي باك سلاش واحده، بايثون يفهم ان هي ايه، باك سلاش واحده.
يعني لو انا جيت هنا اهو وانت عامل كده كده، هو بيفهم ان الاثنين سلاش دول اثنين باك سلاش اسف، معناهم ان انت تقصد انك عايز تعمل باك سلاش ذات نفسها، معناها ان انت عايز ايه؟ تقصد الباك سلاش ذات نفسها، مش تقصد اي ايه اي اسكيب كاركتر خالص، ولا اليو ولا الاي ولا الدي ولا الاف ولا كده. لو جينا رنينا هو طبعا مظبوط على اكزامبل 2 قلت له ماشي، قال لي فايل از اوبن سكسسفلي، معناه ان هو لقى الفايل في الباث ده وكل شيء كان تمام، وكل شيء كان ايه؟ كان تمام. وما عندوش مشكله. طيب انا هجرب حاجه ثانيه، هاجي اعمل ايه؟ سيب اس كده واخلي ده فايل 3. طب في طريقه ثانيه احنا بنستخدمها برضو مع البايثون، لما يكون النص الداخلي السترينج، النص الداخلي ده لا يحتوي على اي سكيب كاركتر، زي ولا انا عامل سنجل كود كنت محتاجها، ولا عامل اي شيء، ده سترينج عادي ما فيهوش اي شيء خالص. بحط كده حرف الار قبل السترينج، قبل النص، شايف كده؟ ار قبل النص، قبل النص انت عايز تعمله ار بس. معناها ايه؟ معناها ان مفيش اي سكيب سيكونس كاركترز انا عايزها، ده نص جاست نص عادي، ده عباره عن نص ايه؟ نص عادي مش محتاج ما فيهوش اي سكيب كاركترز ولا كلام. لكن لو انت عايز تخش وتعمل بقى سكيب كاركترز وحاجات مش سكيب كاركترز لا، يبقى اشتغل بالاسلوب اللي هو الاولاني، ما تحطش ار وخلاص. لكن انا بوريك لو النص كله بالنسبه لك ثابت حط الايه؟ حط الار. لو جينا نرن الاكزامبل 3 ده، اجي رن واختار اكزامبل 3، قال لي فايل از اوبن ده ايه؟ سكسسفول. يبقى احنا كده اخدنا ازاي نحدد مسار بتاع فايل، واخدنا الاسكيب كاركتر او الاسكيب سيكونس ازاي بتظبط معانا في الفكره دي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.